الألوان المائية. اقتنيت هذه العلبة من مكتبة كينوكونيا وبسعر 57 درهم. في هذه العلبة 5 أوراق للألوان المائية، كتاب مرشد، باليت بلاستيكي، 4 فرش تلوين، 10 ألوان مائية سائلة. بدأت بقراءة الكتاب المرشد المرفق في هذه العلبة، وفيه يوضح الكاتب أهمية اختيار الأدوات المناسبة للبدء بالتلوين المائي، ثم يشرح تقنيات دمج الألوان، وبعدها يبدأ الدرس الأول وهو رسم الظلال في وقت الغروب. هنا أضع الشريط اللاصق واشي تيب لكي لا تنكمش الورقة أثناء التلوين. تطبيق الدرس. نرسم منظر المغيب مع الشاطئ. حددت باللون الأصفر مكان جلوس الناس وكراسيهم، ومزجت لون بشرة فاتح لأماكن الضوء في اللوحة. أخذت فرشاة مملوءة بالماء وحددت مكان السماء بها، ثم خففت اللون البرتقالي وتركته يمتزج بالماء على الورقة ليكون نوعا من الدمج. ترونني أخفف الماء بالمحارم الورقية أحيانا، وذلك لعدم رغبتي في تسرب اللون لأماكن غير التي حددتها. أتأكد من جفاف الطبقة الأولى، ثم أضيف بعضا من البنفسجي على أطراف الصفحة من الأعلى لكي أكون دمجا. أبدأ بتلوين البحر باللون الأزرق الداكن، واستعمل الكثير من الماء لدمج البحر بالشاطئ. ثم استعمل نفس اللون لتشكيل الظلال، وأمزجه بالبنفسجي في بعض الأماكن. الآن أستعمل البنفسجي لإضافة التفاصيل على الأشخاص الجالسين على الشاطئ ومقاعدهم. ثم اللون الأحمر لتفاصيل أخرى. أخفف اللون الأزرق هذه المرة، وذلك لأكون تظليل على الأجساد وظلال على الكراسي. استعملت اللون البني لإضافة شعر الرجل هنا. قمت بتخفيف اللون الأزرق وأضفت الجبال على خط الأفق. مزجت الألوان الأحمر والأصفر والبني الفاتح
لأكون الدرجة المناسبة لرمل الشاطئ، واستعملت الكثير من الماء ليتم الدمج بسهولة على الورقة. استعمل المحارم الورقية لأخفف الماء أو اللون حسب الرغبة. أضفت بفرشاة صغيرة بعض الناس وهم يقتربون من البحر، وكذلك أضفت قارب. انتهيت من التلوين وجفت الورقة. الآن نزيل الشريط اللاصق. قد يتلف الشريط اللاصق الورقة، لذلك نزيله برفق، وإن بدا عالقاً وقريباً لتمزيق اللوحة، امسحوا عليه لتكوين حرارة بأصابعكم، ثم أكملوا السحبة برفق. شكراً لمتابعتكم. إذا أردتم مشاهدة تطبيقات بقية الدروس المرفقة في هذه العلبة، تابعوا حسابي على الإنستغرام.